انا كنت خلصت الورديه بتاعتي وكنت جاي استاذن عشان امشي. ايه دعاء؟ الناس تخبط قبل ما تدخل، ولا انت فاكراها وكاله من غير بوابه يا اختي؟ انا اسفه جدا يا فندم، بس ظهر ان انا خبطت وانتوا ما سمعتوش. طب يا استاذ فتوح، حضرتك عايز مني اي حاجه؟ لا امشي بروحي، انت امشي امشي، يلا 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 ماشي يلا اختي روحي شوفي شغلك يلا. ايه يا اختي؟ عايز ايه انت الاخرى ان شاء الله؟ زي ما قلت لحضرتك يا فندم، كنت عايزه امشي بس علشان تعبانه شويه. تعبانه شويه يا اختي؟ لسه فاضل على ورديتك 10 دقايق، الظاهر باين عليكي خدتي على الدلع، مخصوم منك 3 ايام. مالك يا بنت هتاكليني بعينيكي كده؟ هو كان حصل ايه يعني؟ ما حصل ايه يعني؟ يا وجعتك يا شيخ، كل ده يا بنت ما حصلش حاجه، انت يطلع منك كل ده يا ماجده، انت ما الواحده مننا لازم تمشي حالها، ولا عايزانا ابقى مقفله زيك؟ واخر الشهر يتخصم نص مرتب، ولما احب اخد سلفه ولا اطلب اجازه تترفض. بقى هي الحكايه كده يا بنت، فتحي مخك وشغلي دماغك، ما هي الدنيا كده. وبعدين يا اختي ما انت بينومك من الحب جاني. ايه ده؟ انا؟ انت مش كل ما بتحتاجي بتجري وتقولي سلفيني يا ماجده، محتاجه يا ماجده، الحقيني يا ماجده. ولا تكونيش يا دعاء فاكره ان ماجده دي عندها بنك تسليم، ولا قاعده على تل فلوس. اسمعي، انا زي زيك، ويمكن ظروفي ألعن منك 100 مره. بس انا على فكره لما بستلف منك فلوس بردها لك، ما باكلهمش عليكي. ولا ما تردهمش يا اختي، ما بقتش فارقه. بس الواحده مننا لازم تعرف فين مصلحتها وتمسك فيها بايدها وسنانها. وانتي بقى ان شاء الله ما لقيتيش مصلحتك غير مع العره المعفن اللي اسمه فتوح ده. ايدي على كتفك، هات لنا اللي يدفع فينا الغالي، ولحد ما تلاقيه اهو فتوح موجود وكل برغوت على قد دمه. وبعدين بقى ما تريحيه وتريحي نفسك. اريحه واريح نفسي؟ اقول لك يا دعاء، الراجل عينه منك وانتي مطنشه، انما كده لو لينتي دماغك وفتحتي مخك الراجل هيدلعك وهيبسطك وهيرضيكي على الاخر وهينفذ لك كل طلباتك. انت بنت اتجننتي؟ انت ازاي اصلا تسمحي لنفسك تقولي لي كلام زي ده؟ بس بس بس، انا لا اتجننت ولا عقلت، انا بجيب لك من الاخر وبقول لك الكلمتين المفيدين، وعشان تبقي عارفه كل البنات اللي هنا بيعملوا كده، وانت حره وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. سلام يا قطع. اسود ومنيل. بصرة. بصرة؟ اه بصرة. ماشي يا عم بركة. انا قلت بصرة يبقى بصرة. العب. الواد يوش. واد. اه واد. انت بتاكل معايا حلاوة ولا بركة؟ ليه؟ ده شاي. لا ده واد، بس هو كبير شوية يعني، ايه المشكلة؟ مش بركة عداها لك المغاضر. العب 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 يا سيدي. ايه ده؟ ايه؟ هو ابو ضايا كان بيعمل ايه في البدروم؟ اه صحيح، هو ليه حد في البدروم؟ مش عارف والله. انت بنت حلال مصفي وبتيجي على دقة المدفع. خير يا معلم؟ خير ان شاء الله. الوش ده هيجيب ايه غير كل خير؟ اكيد. مش هقولك، هسيبك كده قايدة على نار، لاني عاملها لك مفاجأة. مفاجأة ايه بقى؟ هتعرفيها من طنط عطيات. بقولك ايه، مثلي على نفسك حتة حتة وما تنسيش ولا حتة. يا نورت الحتة. امتى بقى؟ رايح على فين يا زين؟ رايح اوقف اللي اسمه ابو ضايا ده عند حد. لا يا زين الله يخليك، مش كفايه اللي حصل لحربي؟ عايز تجيب لنفسك مصيبه وتحصله وتسيبوني انا لوحدي؟ دي دعاء يا بركه. يا عم يا دعاء صديته، ولا انت عايز تجيب لها مشكله في الحته؟ ماشي يا بضايا الكلب. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا مرات ابويا. عامله ايه؟ والله العظيم حياتك عندي ما معايا ولا نكله. اصبري بس لحد اول الشهر ان شاء الله تاخدي مرتب كله. وماله يا ست الستات، ولا يهمك، هي الدنيا طارت. هو في ايه بالظبط؟ دعاء مش هتصدقي،
انتي جالك عريس. عريس؟ ايوه، قيمه وسيمه طول بعرض. وتعرفيه المعلم قبضايا. ايه؟ البلطجي؟ نهرس ودمني ده اكبر مني بيجي اكتر من 20 سنة. كريم ما قابلني تحت قدام دخلة البيت، قال لي انه محضر لي مفاجأة. بقى هي دي المفاجأة؟ نهار اسود ومنيل، نهار اسود، دي مفاجأة اوسخ من وشه. انت بطولي يا ستي، لا طول ولا قصر. ما دام عاجبك قوي كده شيلي الوقت عوزي، انا ما يلزمنيش. بنت انت ما تقليش ادبك، ما تخلينيش اخدك على سداق. اقطع ايدك انت، اتهبلتي انت، هتمدي ايدك عليا. ماله المعلم قبضايا؟ هو في ايه؟ ما حدش قادر عليكي، راجل كسيف وكبير منطقه وهيدفع لابوكي 3000 جنيه عمر ابوكي وجدودك ما شافوهم. بقول لك يا ست انت، انا بلعت لك الزلط وعمال اقول يا بنت استحملي، عدي عيشتك، ما تمرريش عيشتك انت وابوكي اكتر ما هي مرار بسببك. لكن لحد كده وكفايه قوي، انا جواز مش متجوزه، انت فاهمه ولا لا؟ ودين اللي انا ربيتي من جديد. بقول لك اوعي. اوعي ايه؟ في ايه؟ صوتكوا واصل لاول الشارع. شايف المفعوصه؟ صوتها عالي عليا يا نوفل. هو ايه اللي حصل؟ شفت مراتك يابا؟ مراتك عايزه تجوزني القبضايا. ماله قبضايا؟ عايزه افهم. ما قلت لك كبير منطقه وراجل قد الدنيا. سامع يابا بتقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد يا بنتي. هرس ودوني هتبيعني يابا عشان خاطر 3000 جنيه؟ يا بت يا بت، وجعتي قلبي، والنبي اسمعيني. الموضوع مش موضوع فلوس بس، الراجل ده على قد ما هو جدع شراني واحنا مش قده، هيسود عيشتنا ويمرمرها قد ما هي مره. اصل قبضاي ده راجل مفتري يا بنتي، يعني لو زعلناه ممكن يولع فينا، لو الاكتر ممكن يأذيكي. والنبي يا اختي، والنبي الله يهديكي، انت لو وافقتي او رفضتي هياخدك ان شاء الله غصبانيه، احنا مش قده. دعاء نوفل، عقل بنتك يا نوفل، هتودينا في ابو نكله. مالك يا دعاء؟ مفيش حاجة يا زين. يا بت ما تتكلمي يا بت، فضفضي. ساعات كده الواحد يبقى مخنوق ومتضايق، محتاج حد يفضفض معاه. يا زين كل واحد فيه اللي مكفيه، تفتكر هيبقى ناقص كمان ان يشيل هم غيره؟ دعاء ورحمة أمك يا شيخ والعشرة اللي ما بيننا، لو احتجتي حاجة أو احتجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود، احنا عشرة عمر يا بت. ربنا ما يحرمني منك يا زين يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. انت بألف خير.